هذا وأشاد السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بتوجيهات جلالة ملك البلاد المعظم بإرسال طائرة تحمل مساعدات طبية وصحية إلى جمهورية السودان. وأكد العسومي أن الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للأشقاء في السودان يأتي في إطار السياسة الحكيمة لجلالة ملك البلاد المعظم في الوقوف والتضامن مع الدول الشقيقة وقت الأزمات والوقوف إلى جانب شعبها في ظل التحديات التي فرضتها الأزمة في السودان، مثمنا دعم واهتمام الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتسيير طائرة المساعدات إلى جمهورية السودان. وأشار العسومي إلى أن جهود مملكة البحرين في مساعدة السودان تأتي تأكيدا على نهج المملكة الإنساني للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه السودانيين.